السلام عليكم حبيبكم، ان شاء الله فيديو تاعي يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبتكم بسبوسه كما راكم تلاحظوا تجي غير بحبه بيض، ما عليكم غير تجربوها اقتصاديه. بسم الله، نفوتو الوصفه تاعنا. الحاجه الاولى اللي نسبق فيها نروح نديرو الشربات. هنا عندي كاس سكر، نزيدو عليها زوج كيسان ما بنفس الكاس اللي عبرت بها السكر. هذا الكاس الاول، الكاس الثاني نحرك مليح حتى كيدوب لي السكر ونحطوها في النار تكون متوسطة. كي تبدا تغلي نحسبو لها 12 دقيقة ونطفو عليها ونزيدو لها طرونش تاع القعص. النار تكون متوسطة شوية، ما تكونش يعني زايدة كما راكم تلاحظوا، حتى كي يدوب لي السكر وكي تبدا تغلي كما قلت لكم نحسبوا لها 12 دقيقة ونطفو عليها ونمر عليها طرونش تاع القعص. فوالا راني طفيت على الشربات تاعنا. بعد ما رميت عليها لي طرونش تاع القعص دوكا نخلوها في جيه تبرد لنا. دوكا نفوتو نحضرو البسبوسة تاعنا. شتا عندنا في البسبوسة تاعنا؟ هنا عندنا حبة بيض، ديرو لها رشة تاع ملح، نص كاس سكر. دوكا نخلط الخليط تاعي حتى كيدوب لي السكر ونزيدو له نص كاس تاع الزيت. فوالا هنا بعد ما خلطنا البيض مع السكر دوكا نزيدو له نص كاس تاع الزيت. الخليط تاعنا الزيت والسكر والبيض نزيدو عليه نص كاس تاع الحليب ومغرفة كبيرة تاع ما زهر، نزيدو مغرفة صغيرة تاع لافاني ونزيد معاهم زوج مغارف تاع جوز الهند ونزيد معاهم هنايا لوزاس تاع تشينا صوت تاع تاع القارص ونخلط كلش معاهم. انا بعد ما خلطنا كلش نزيدو هنايا زوج مغارف تاع الفارينة وباكي تاع لالوفير تاع الحلوى ونخلط كلش. بعد ما خلطنا نزيدو دركا هنايا كاس سميد يكون متوسط هذا النوع كما راكم تشوفوا، مي يكون خشين مي يكون رطب. بسم الله، هذا الكاس الاول ونخلط. وانا نحيو الباكير دوكا نزيد لهم ربع كاس تاع سميد ونقعد نخلط غير بالمغرف. وهنا ندهنو السنيوة تاعنا شوية تاع سبتة، سوا نديروهم في ليمون كل وحدة كيفاش تحب دير البسبوسة تاعها، سوا في ليمون هادوك تاع 20000 واحد الوقت كانوا دايرين حالة كما اليوم انايا نروح نديرها في السنيوه. انا راني دهنتها ونفرغو الخليط تاعها كما راكم تلاحظوا، لازم يكون قاوم كما راكم تشوفوا هكايا باش تجينا البسبوسه تاعنا خفيفه. دوكا نروح نفرغوها في السنيوه. وانا راني فرغت الخليط تاعي في السنيوه والكوشه تاعي شعلتها من قبل. فوالا دوكا ندخلو السنيوه تاعنا باش تطيب لنا البسبوسه حتى كي تتحمر من تحت ومن فوق باش نخرجوها. هنا راني خرجت البسبوسه تاعي من الفور هكا سخونه، نسقوها بالشربات اللي حضرناها مع بعض. بسم الله، هكا باش تشرب مليح. نخلوها تبرد باش نقسموها وشوفوا البسبوسه تاعنا بعد ما بردت شوفوا كي جات معسله. شوفوا شوفوا ما شاء الله. معكم غير تجربوها ورجعوا لي بالخبر.
ما بقى لي غير نقول لكم قهوة خير ونتلاقاو في وصفات جديدة إن شاء الله، ومع السلامة.